جزاكم الله خيرا. سائل آخر يقول: الوالد صار له حادث ومقعد يصلي بدون وضوء، هل الصلاة صحيحة تكفي؟ إذا كان لا يقدر على استعمال الماء فإنه يتيمم بالتراب بدل الماء، يتيمم بالتراب ويصلي. أما إذا كان يقدر على استعمال الماء ولو بمن يعينه ويساعده، إنه يجب عليه استعمال الماء في الوضوء. نعم.